بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. استكمالا لسلسلة شرح مصطلح برمجة الفنون الألعاب، تكمل شروحاتنا في البرمجة. إن شاء الله اليوم رح نشرح الـ if statement. الـ if statement عبارة عن إيش؟ إذا عملت if، يعني إذا أنا عملت، إذا عملت صح هلاقي صح، لو أنا عملت الحاجة غلط راح ألاقيها غلط. إذن إذا أنا درست للامتحان، درست للامتحان راح أنجح، لو ما درستش للامتحان راح أرسب. هي هاي حالة الـ if statement. راح نبدأ مع بعض نكتب الكود كلمة كلمة. أول شيء طبعاً زي ما احنا عارفين هنعمل سكريبت جديد، وزي ما احنا عارفين برضو احنا كل سكريبت موجودة عندنا في فولدر خاص فيها. نفتح سكريبت، تمام، فتحنا سكريبت. طبعا بدناش نعيد تاني نحكي انه اليوزنج الاشياء الاساسية الموجودة هنا، وهنا الاسم الكلاس الموجود عندي هو نفس الموجود في اليونيتي، وحنحطه برضو في السكريبت الموجودة هنا، تمام. ونبدأ نكتب في الكود. أول حاجة عشان نعمل جملة الـ if statement إيش راح نعمل؟ أول شغلة هنعرف متغير. إحنا حكينا بيتم تعريف المتغير في المنطقة اللي هنا في الكلاس. إذن بدنا نعرف متغير. كل متغير حكينا المحاضرة الماضية إنه إله اسم، وإله أول شيء إله نوع، وإله اسم عفوا، وهل هو برايفت أو بابليك. فأنا راح أعرفه من نوع بابليك. إيش اسمه؟ سبيد وليكن. قبل ما أحط الاسم بدي أحكي هو اسمه سبيد. سبيد أوكي، لكن هاد السبيد ايش نوعه؟ انا بدي اشتغل في مثالي هنا على السرعات. بينفع نحكي السرعة 10 كيلو متر في الساعة؟ بينفع نحكي 10.5؟ صحيح بينفع. اذا بدي احطه من نوع فلوت. الفلوت هي اللي بتنفع نوع متغير بينفع ياخد الفاصلة العشرية، يعني 2.8، 3.6 وهكذا. الانت لا، بياخد فقط العدد صحيح 8، 7 كاملة، 6 كاملة وهكذا. اذا هعرف من نوع float، تمام. ايش اسم المتغير؟ ايش بدي اسميه؟ انا حسميه speed. طبعا انتم مخيرين في نوع في الاسم تسموه اللي بدكم اياه. equal يساوي 0. طبعا السرعة زي ما احنا عارفين بتكون السيارة ماشية بالبداية، لا بتكون واقفة وبتتحرك، يعني سرعتها في البداية صفر. السرعة الابتدائية الموجودة عنا هي الصفر. طيب هاي عرفنا المتغير برايفت ولا بابليك. بابليك نوعه فلوت، يعني بياخد أرقام عشرية، وفي عندي سبيد اللي هو اسمه وقيمته الابتدائية صفر. بدي اياكم بدي ارسم الاشي هاد قدامكم. تمام، المتغير شو اسمه؟ سبيد. ايوه راعي الرام خزن حاجة اسمها سبيد. انا حنرمز لها بحرف الاس مثلا. السبيد هاي كم القيمة اللي فيها؟ كم؟ صفر. هنحط الصفر هنا، صفر، تمام. راح نبدأ في الاف. الاف هنكتبها في الفانكشن اللي هنا او الميثود اللي هنا. نسيب البراكتس اللي هنا بنسيبنا منها وبنيجي نكتب تحت. راح نكتب if، بس هنكتب if ونفتح الأقواس العادية.
اللي هي Shift وصفر وتسعة على الكيبورد. بعد ما أفتح الأقواس العادية هأفتح البراكت الموجودة فوق اللي هي حرف الدال والجيم مع الشيفت. تمام، أنا هيك إيش عملت؟ هاد السينتاكس الخاص بالإف. في المنطقة اللي هنا الأقواس العادية شو بنكتب؟ الشرط اللي بدي إياه. إف إذا شو نعمل هنا؟ إذا درست في الامتحان حنجح. أنا إيش بدي أحكي له؟ إف السبيد اللي هي المتغير الموجود عندي هنا إيش معناه السبيد؟ إذا السبيد أقل، كيف إشارة أقل بنعملها؟ كده اللي هي شيفت وحرف الواو. إذا السبيد أقل، هي المكتوب لحتى الآن أقل من 40، أنا حكيت له إذا السبيد أقل من 40 هي الشرط. الإف هاي عبارة عن الشرط، إذا السرعة أقل من 40 إيش بدي أعمل لي؟ كتابة نتيجة الشرط بتكون داخل الأقواس البراكتس، هاي الأقواس اسمها براكتس، هاي أقواس عادية هاي اسمها براكتس. إيش راح أحكي له؟ برنت اطبع. إيش حيعمل لي برنت؟ الأقواس سيميكولون. والله مثلا اطبع لي تو سلو، بطيء جدا، تو بطيء جدا. نسيب الشغل، نيجي على اليونيتي. نمسك الكيوب. نيو سكريبت، هذا سكريبت المرة الماضية فحلغيه، بتشكل هنا بيلغيه، حسحب الكود اللي عندي الجديد وأحطه على الصندوق الكيوب، صار موجود عندي. تمام، هنعمل تشغيل للعبة. شغلنا، شو طبع لي؟ تو سلو. اذا اجا هنا سطر سطر، اف السبيد 40 اقل من 40 اطبع لي تو سلو 100%. القيمة هنا كام؟ صارت 40. بمشي لقاها كام؟ 40، فطبع لي تو سلو. لو طبعا يا جماعة كل إف إلها السنتكس هذا الخاص فيها، ما بنقدرش نلعب عليه ولا نعدل عليه. طيب بدي أعمل إف تانية، وشرط التاني إنه إذا السرعة كانت أكبر من 60 مثلا إيش بده يصير؟ فراح أكتب هنا if الأقواس والبراكتس، خلينا مرتبين يا جماعة الخير. if شو بدي في الشرط أنا؟ السبيد طبعا المتغير الموجود عندي هاد هو أكبر من 70. إذا السرعة أكبر من 70 print برنت، نفتح الأقواس والسيمي كولون. شو بدي أطبع؟ تو فاست، طبع لي تو فاست. اوكي تمام، حكيت له إذا السرعة اللي عندك أكبر من 70 اطبع لي too fast. فعليا
السرعة الموجودة عندي كام؟ 40. نيجي نعمل رن نشوف ايش اللي راح يصير. اول شيء نسيف الشغل هنا، سيفنا، نيجي على يونيتي نعمل كلير، تمام، نعمل رن للبابا شوف ايش راح يطلع. طبع تو سلو، ليش؟ لانه القيمة الابتدائية الموجودة عندي هي كاملة للسبيد زي ما احنا شايفين، صفر. لو انا حطيت 50 شوف ايش بده يطبع، تو سلو. هي صفر، فعليا صفر. لو حطيت 80 نعمل كلير ونشغل، نلاحظ السبيد هي كام؟ 80. طبع لي تو فاست، اذا غيرنا القيمة فصارت معايا تو فاست. نعمل كلير، السبيد عندي كام؟ 80. لو بدي اعمل كمان اف، لكن بدي اخذ القيمة ما بينهم واحكي له اف اذا السبيد السرعة الموجودة عندي ايش مالها؟ اكبر من، اكبر او يساوي. كيف بنعمل اكبر او يساوي؟ احنا عارفين بالرياضيات بنكتبها بالشكل هيك، بالشكل هذا، اكبر او يساوي، اقل او يساوي، نحط اشارة اليساوي تحت. لكن في البرمجة نكتبها بالشكل هذا، اكبر ويساوي كده، هاي اقل او يساوي، هيك اكبر او يساوي. نلاحظ انه الناس تتلخبط فيهم كتير، فهاي كتابتهم برمجيا. نرجع تاني نحكي له لو السرعة، إذا السرعة speed أكبر أو يساوي 40، بدي أحكي له كمان شرط زي إذا درست وحليت الواجب راح تنجح. إذا الدراسة وحل الواجب هي نتيجة، هي شرط النجاح، فأنا بكون عملت شرطين مش شرط واحد. واللي حيصير عندي إنه حربط الشرطين مع بعض، إيش حكيت؟ إذا درست وحليت الواجب، يعني في عندي وا، كيف أكتب وا؟ أكتبها وا عادية؟ لا، الوا في البرمجة عبارة عن الاند اند. كيف الاند اند موجودة على الكيبورد؟ شفتوا رقم 7 اند اند، هي الاند اند هاي عبارة عن الوا. اذا السرعة اكبر او يساوي 40، وكمان مرة السبيد ايش مالها؟ اقل او يساوي، أقل أقل أو يساوي 70، إيش بدي يعمل؟ برنت، إيش بدي يطبع لي؟ سيمي كولون، دبل كوتيشن، لأنه أنا بتعامل مع نصوص. اطبع لي يو ار بيرفكت، speed perfect، انت تمام، يعني سرعتك تمام. speed نسيب شغلنا ونيجي على اليونيتي، طبعا كتير تمام، نعمل run، شغل اللعبة شوف ايش اللي راح يصير.
شو اللي انطبع؟ انطبع too fast. ليش انطبع too fast؟ القيمة الموجودة في المخزنة في السبيد كام؟ 80. وإحنا حكينا 80 إيش مالها في المنطقة هنا، إذن فحيطبع too fast. إذن السرعة حاليا كام مخزنة؟ مخزنة عندي، نمسح هاي ونحط 80. فالثمانين هاي برضو بدنا نحذفها ونحط قيمة تانية. نجرب، نوقف من هنا، نعمل كلير ونحط مثلا 50 ونشوف ايش بده يطبع. نعمل رن، حتى الان ما طبع ايش. ليش؟ سوري، كان في عندي مشكلة وحليتها. طيب، فوصلنا في ترتيب الكود إنه راح أعيد ليش اللي حكيناه. في عندي السبيد كانت 40، وإذا كانت 70، وإذا كانت بين 70 و40. طيب، على فرض متفرن كلير، على فرض أنا أعطيته رقم 50 مثلا وعملت له رن، مفروض يطبع لي انه السبيد بيرفكت، سرعتك تمام. اذا قيمة السبيد كان حاليا 50. واحنا شو بنحكي؟ بنحكي اذا كانت اقل او يساوي 40 او اكبر او يساوي 70 فهي بيرفكت، غير هيك تو سلو تو فاست. طيب، تعلمنا انه في الستارت، في الميثود الستارت، انه بس عند ما اشغل اللعبة او اشغل الكود هي بس اللي بتعمل لي المسج. طب انا لو بدي افضل شغالة طول اللعبة طول الوقت، فايش اللي اعمله؟ هاخد الكود واحطه في الابديت. اخذنا الكود حطيناه في الابديت، في عندي بس زيادة على ما يبدو. ابديت تمام. إذا جبنا الكود حطيناه في الأبديت، نسيب الشغل، نيجي على اليونيتي مود في الرام، نعمل كلير وموجودة عندي هون 50، هي 50 أحطها مثلا، نعمل رام ونشوف إيش راح يصير معنا. الأبديت حيضل يطبع لي تو فاست كام؟ هاي 200 مرة. طب أغير الأرقام، هاي هاي 30 مثلا، تو سلو تو سلو زي ما احنا شايفين. طيب لو حطيت 100 تو فاست، طيب لو حطيت 70 سبيد بيرفكت، لو غيرنا القيمة وحطينا مثلا 35 كام حيطبع؟ برضو حيطبع لي تو فاست. لو حطينا مثلا 70.5 حيطبع لي كام؟ تو فاست. لاحظوا البوينت 5 هاي لانه احنا اساسا مستخدمين في الكود عنا نوع المتغير فلوت اعداد عشرية. طيب لو حطينا القيمة 81.6 برضو تو فاست،
لو حطينا قيمة تسلو هنا 32 دون 8 تسلو وهكذا، وهيك راح يضلوا شغال لأنه في الأبديت زي ما احنا شايفين شغالة طول ما اللعبة شغالة. نعمل كده، هيك هي الإف. الإف ستيتمنت جملة بسيطة وسهلة بس بدها شوية تركيز. الخطوات إلها، أول حاجة بنعرف متغير أيا كان اسمه، وعرفنا كيف بنعرف المتغير، هل هو public أو private، نوعه والاسم والقيمة البدائية للمتغير. بعد هيك سواء كان في الـ start أو في الـ void عارفين إنه هنا بس مرة لأول ما نشغل، هنا بضلها تتكرر معانا. الـ statement الخاص فيها brackets، if أقواس عادية، if أقواس عادية، في عندي هنا brackets لو بدي إيش جملة ناتج الشرط تكون موجودة فيها. أتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا كثير منيح إن شاء الله. حاولوا تطبقوها، تطبيق هيعلمكم أكثر. هنا إن شاء الله توقف ونستكمل محاضراتنا في المحاضرات الجاية إن شاء الله. كل توفيق.